تبلورت الأخوة والتكامل المصري الإماراتي خلال 50 عاماً من التعاون الثنائي لتحقق أرقاماً محفزة في مجال التبادل التجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومصر خلال 22 عاماً الماضية أكثر من 247.68 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2021. امتد التعاون الثنائي حتى أصبحت دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عربياً، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية. وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في دولة الإمارات، أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. بينما دولة الإمارات هي أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم. احتلت 3 سلع واردات قائمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021، وهي ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم، وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم، وشاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم. وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم، وبوليمرات الإيثيلين بقيمة 1.2 مليار درهم، وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم. أما قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر فكانت أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم. شهد مايو 2022 الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.